قبل أن تكون كارلا كتوعة مدربة فروسية في لبنان، هي فارسة محترفة. شكل الخيل كل عالمها منذ الصغر. تعلمت برا بأوروبا، رحت أول شيء على ألمانيا وتقبيت سنة بمدرسة فارندورف، تعلمت دريساج أكتر شيء بألمانيا، ورجعت رحت على فرنسا على سومير، مدرسة سومير، تخرجت من هونيك بعد 6 سنين. عدة 1 2 3 بيرفكت. أليكسيا طلعي لبعيد. أوكي جيمي، هاي كتير منيحة. الشهادة اللي منعطيها من الاتحاد الفرنساوي هي منيحة للولاد، لأنه للخيالة مش بس للولاد، لأنه بتخولهم وقت يسافروا يتعلموا برا بأي نادي بيكملوا، يعني ما بيضطروا يرجعوا يعلموه من جديد للتلميذ. يعني معايير هي انترناسيونال أكتر، دولية. ما في شهادة لبنانية، ما في شهادة عربية، ما في شيء اسمه حدا معه شهادة يدرب خيل، مفتوحة للكل. في كتير بلاد برا ممنوع تدرب خيل إذا ما معك شهادة، لأنه مش بس لأنه بركي دربت غلط، بس للسيفتي، لما تعمل أغلاط سيكوريتي. منعلم الولاد هون من أول ما يجوا، من أول مرة، كيف بيهتموا بالخيل، شو بيأكل الحصان، شو قد بيشرب، شو كيف بفكر الحصان، كل ما يعرفوا كيف يتعاملوا معه. كانت الفكرة أنه إذا حسينا أنه هو رح يكون مرتاح مع هيك حجم من الحيوانات رح تزيد ثقته بنفسه. كنا بفرنسا بلشت هونيك وهلأ عم كفيلة بس رجعنا على لبنان. في أوروبا شاركت كارلا بالكثير من المسابقات ونالت الجوائز. الآن جاء دور تلاميذها في لبنان. هي تدربهم في مدرستها المحترفة منذ عقد ونصف، وكثيرون منهم حاز بطولة لبنان عدة مرات. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.